لكن تأثير الحادثة دي ومقتل الرئيس الإيراني على إيران وعلى صعيد المنطقة وعلى التطورات الإيرانية الإسرائيلية، خليني أروح إلى أستاذتنا الكبيرة أستاذة العلوم السياسية المرموقة دكتورة نيفين مسعد. أهلا بك يا فندم منورانا. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم وأهلا بالسادة المشاهدين، أنا سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك. فخورين دايما بمشاركة حضرتك معنا ومتشرفين. المشهد الإيراني الحالي يمكن وصفه ورصده على اعتباره مشهد بلد تعرضت إلى حادثة مفجعة وصادمة، لكنها متماسكة سياسيا وشعبيا ومتمالكة زمامها، ولا قصاد درجة من درجات التشوش والارتباك؟ في الحقيقة أنه القيادة الإيرانية اتصرفت بسرعة شديدة في لملمة الأوراق وفي التعامل مع الحادثة التي كانت مفاجئة بشكل لم يتوقعه أحد. يعني القيادة الإيرانية كانت تعلم منذ الآن بأنه الرئيس قتل هو ومن معه، ولم يعلن إلا في اليوم التالي، لأنه كان في بعض المؤشرات التي تدل على أنه يعني الرئيس لم يعد له وجود. مرسل بترأس اجتماع لمجلس الأمن أعلى الأمن القومي، وهذه يعني حادثة مهمة جدا، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي هو رئيس الجمهورية عادة يعني، فالاجتماع لأنه هناك حدث جلل، فكان هذا مؤشر. فالظاهر أنه المتابع العادي أنه هناك تحرك سريع، هناك على الفور ظهور نائب رئيس الجمهورية النائب الأول إلى الواجهة وتصريحه، تقديم بعض التصريحات، وهو لم يكن عادة يقدم هذه التصريحات. ثم في اليوم التالي اللي هو النهاردة مباشرة تسميته بقى قائم بأعمال رئاسة الجمهورية لحين إجراء الانتخابات. فالمشهد الظاهر أنه الخلافات بين التيارات السياسية المختلفة وهي قائمة تراجعت إلى الخلف، لأن هناك حدث جلل يعني من غير متصور أن تظهر في أثنائه الخلافات بين الطائرات المختلفة. يعني محمد خاتمي الرئيس الأسبق الذي كان يعني شديد الانتقاد لإدارة إبراهيم رئيسي للعديد من الملفات، أعرب عن يعني تأثره الشديد بما حدث. دي مفترض أنها مواقف إنسانية يعني طبيعية وواجبة، لكن الرد الفعل الإدارة الإيرانية أو النظام الإيراني كما يوحي بأنه بالثقة في قدرات مؤسسات على إدارة الدولة في لحظة أزمة زي دي، زي ما يوحي أيضا وكأنها كانت تعرف يعني، أو أنها ربما ده اللي حصل ده جزء من صراع داخلي، ويعني الطرف الجاهز يعني بدأ جاهزا للغاية في ردود الأفعال التالية والخطوات اللاحقة. وإحنا وده سؤالنا، هل احنا بنتكلم على حادثة تشبه أسئلة حول صراع داخلي ينتهي بإطاحة برئيس الجمهورية، ولا تدخل، ولا عنصر إسرائيلي مخابراتي رصد وتدخل وأدى إلى هذه الحادثة؟ يعني أنا في تقديري، وطبعا ده كله يدور في إدارة التكهنات، أنا أعتقد إنه لو كان هناك شبهة تدخل في الحادث، فأتصور أنه طرف خارجي. ربما هذا الطرف الخارجي يعني وظف بعض الأطراف الداخلية، وارد جدا، والكثير من سوابق كثيرة من عمليات اختراق يعني الداخل الإيراني تمت بهذا الشكل، توظيف ناس من أجل العمل. إنما في الحقيقة الحادث كله يا أستاذ إبراهيم لما نبص له يعني في أكثر من علامة استفهام. يعني زي ما حضرتك قلت، يعني إذا احنا بنتكلم على مناخ سيء، فلماذا هذا المناخ أصاب فقط طائرة الرئيس؟ صحيح، والطائرتين الأخرين طائرة واحدة وطائرة الرئيس شخصيا، يعني الرئيس شخصيا. فدي ده سؤال. السؤال الثاني إنه أبسط قواعد يعني حماية الرئيس إنه إذا هو خارج في منطقة معروفة بوعورة مسالكها وبمناخها المتقلب أو القاسي أو الصعب، إنه كان يستطلع حال المناخ في هذه الظروف. فإذا كانت الظروف غير مناسبة يتم تأجيل الزيارة، يتم
تشكيل افتتاح السد. ثم لماذا طيار هليكوبتر؟ ألم يكن من المناسب أنه رئيس الجمهورية الإيرانية، ونحن نعلم أنه إيران مرمى ومستهدفة من عديد من القوى، أن يعني يستقل طائرة محصنة ضد تقلبات الجوية، يعني أو مصاحبة حتى بطائرات حربية للحراسة كالعادة، يعني زي أي رئيس جمهورية في العالم. يعني الطائرات التي يعني تنتقل عبر البحار والمحيطات، يعني تغوص في العديد من الأجواء المناخية غير المناسبة، لكنها تكون محصنة. طائرة الهليكوبتر واضح أنه لا. فيعني في الحقيقة أنه كان في شيء من الاستخفاف شوية برحلة رئيس الجمهورية إلى أذربيجان، هذا هو الظاهر. ففي الحد الأدنى هناك إهمال، وفي الحد الأقصى هناك شبهة يعني توافق أو تدخل. وفي أكثر من نقطة أيضا فيما يخص طائرة الهليكوبتر، أنت قصاد حصار أمريكي ومنع للقطع غيار الطائرات، أنت قصاد اعتماد على طائرات قديمة ويعني فيها مشكلة في الصيانة، ومع ذلك أنت دولة كإيران مشهورة جدا بالطائرات المسيرة وبتصدر لموسكو، فإذا بيك تستعين بطائرة مسيرة تركية علشان تمسح مسح جوي لأنها أكثر ذكاء، يعني برضو أسئلة حوالين قوة إيران الحقيقية، ما بين هو مقدم لينا إنها ذات إمكانيات وبتبعت طائرات لغاية إسرائيل، إحنا قصاد مشهد له علاقة برئيس جمهوريتها كانت بدت على هذا القدر الهائل من الارتباك، وكأنها دولة من يعني من دول إفريقيا الضعيفة اقتصاديا وعسكريا، وتسأل الله حق النشوء. يعني هو طبعا بدا غريب الاستعانة بمسيرات تركية، وإيران لها شهرة واسعة في مجال المسيرات، يعني ليس فقط في أوكرانيا لكن بتستخدمها في العديد من الأجواء يعني. صحيح. لكن ربما أنا أعزو هذا لفكرة الارتباك، الصدمة، يعني أنه إبراهيم السيسي ليس اختفاء شخص، ليس مجرد اختفاء رئيس جمهورية، لا ده احنا بنتكلم عن المرشد المحتمل أو المرشد القادم. ففجأة يعني حالة فقد خليفة المرشد، ما ده مفتاح برضو للشك والريبة، يعني قد رجل مرشح أنه يتولى خلافة المرشد خاميني في منافسة مع ابن المرشد نفسه خاميني، فده يسمح بعلامات استفهام، خصوصا أن منطقة آسيا يعني باكستان على إيران كل دي مناطق ما يعني كدول يعني تشهد مثل هذه الصراعات اللي بتحسم بطريقة سقوط الطائرات على طريقة ذوالفقار علي بوتو وغيره يعني. بس هو الحقيقة أنه مجتبى خامنئي اللي هو ابن المرشد طرح اسمه فعلا كخليفة، لكن زي ما بيقولوا أعلاميته الفقهية ودرجته العلمية لا تؤهله، بس هو واخد آية الله يعني ادوله اللقب من فترة. مقارنة برئيسي هناك فارق، إذن وقد رحل رئيسي. ولكن حضرتك لو رأينا الظروف التي تم فيها انتخاب إبراهيم رئيسي لأدركنا أن المرشد وراء رئيسي بكامل قوته، صحيح، أخلاله الساحة تماما. يعني أنا كتبت مقال قلت تعيين الرئيس الإيراني الجديد، لأنه فعلا كانت العملية أشبه ما تكون بالتعيين، هو أخلاله الساحة تماما عبر مصلحة تشخيص نظام والإطاحة بكل المرشحين المنافسين له، يعني صور عبر مجلس سنة الدستور، فكان صعب شوية إن هو يتخلص من إبراهيم رئيسي، وخصوصا إن إبراهيم رئيسي أيضا على علاقة وثيقة جدا بالحرس الثوري، ولا يستطيع المرشد رغم قوته ومكانته في النظام أن يستغني عن دعم الحرس الثوري. أكيد. الحرس الثوري بيستقوي بالمرشد، والمرشد أيضا بيستقوي بالحرس الثوري. فأنا يعني ربما أستبعد إنه صراعات الأجنحة لها طرف، وارد ان انا اكون مخطئه، لكن انا في تقديري انه هذا مستبعد اذا كان هناك يعني هي عودتنا مثل هذه الحوادث انها تبقى بلا اجابات على مدى حقب من الزمن، يعني ان لم يكن حتى يعني نهايه الاسئله يعني. لكن خليني اسال حضرتك على ابراهيم رئيسي او الرئيس الايراني، لا يملك صلاحيات كبيره في النظام الايراني، وانه الحاكم الحقيقي المرشد، هل تعتقدي انه يعني
غياب الرئيس ليس على هذا الحد من الأهمية الكبيرة، أو حتى يعني استهدافه، حتى في تغيير سياسات إيران، يعني سياسات إيران ليس مسؤولا عنها رئيس إيران ولا واحد من يعني الأسماء التي يمكن أن يعتد بأنها إن غابت غاب تغيرت السياسة، ولا ده مش حقيقي وإبراهيم الرئيسي وحده دونا عن رؤساء كثيرين كان له قدرة على تغيير في المشهد السياسي أو في صناعة القرار السياسي أكثر من رؤساء كانوا موجودين بشكل أكثر يعني بروتوكولية، وإنه صنع القرار حقيقي الخميني. يعني خلينا نقول حضرتك يعني لخص المشهد تلخيص ممتاز، هو رئيس الجمهورية في إيران لا يمتلك صلاحيات كبيرة طبعا، لكن رئيس الجمهورية يستطيع أن يوسع من صلاحياته إذا كانت علاقته بالمرشد علاقة وثيقة، وهذا كان الحال مع إبراهيم رئيس. وقد رأينا على سبيل المثال أنه محمود أحمدي نجاد في الفترة الأولى من رئاسته كان بمثابة الطفل المدلل للمرشد، كان يرعاه وكان راضيا عنه إلى آخره. في الفترة الثانية من حكمه بعد عنه المرشد ولم يكن راضيا عن سياساته الاقتصادية وتصادمه مع الخارج. لا، وبعد الإطاحة به تقريبا ضربوه في الشارع، يعني عادي يعني تم الاعتداء عليه في البساطة الشديدة. تقلصت صلاحياته. فإبراهيم رئيسي زي ما يعني كنا بنتكلم في البداية لم يكن ينظر له على أنه رئيس جمهورية فقط، ولكن كان ينظر له على أنه المرشد المقبل. وهناك فرق كبير جدا بين رئيس الجمهورية وبين المرشد. الوضع ده كان بيكسبه ثقلا وأهمية أكثر، ثقل، وكان بيكسبه وضع بيتجاوز بكثير الصلاحيات والوضع الذي يتحدى لرئيس الجمهورية في داخل الدستور الإيراني. الانتخابات خلال 50 يوم كما أعلن في إيران، هل بتعتقدي أنه هنشهد يعني تنافس بين التيارات داخل النظام على مرشح جديد، ولا ممكن يبقى على سبيل المرحلة الانتقالية مخبر اللي هو النائب الرئيس الحالي وتبدو الأمور وكأنها في مسيرتها الطبيعية؟ أنا تقديري وانطباعي أنه الرئيس القادم سيكون من تيار المحافظين، لأنه هو إحنا بعد خاتمي شفنا حد من تيار الإصلاحيين؟ حسن روحاني نقدر نقول أنه أسك العصم من المنتصف، وكان رجل منفتح على الخارج بدليل أنه هو الذي أنجز الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى. أولويات إبراهيم رئيسي كانت مختلفة، أولوياته كانت دول الجوار والشرق والدول العربية إلى آخره، فكان مختلف. فاللي أنا عايز أقوله أنه أنا أتصور أنه هيكون من التيار المحافظ، ربما لأنه إيران في هذه المرحلة ستكون محتاجة إلى مزيد من تشديد القبضة، لأنه هذا الحدث وخصوصا إذا ثبت أنه هناك أيدي خارجية في يعني إسقاط طائرة الرئيس، سيكون مطلوبا من الرئيس القادم أن يكون قويا بما يكفي يعني لزجر ورضى من تسول له نفسه يعني التلاعب بالداخل الإيراني. والداخل الإيراني في تناقضات كتير، في تناقضات جيلية بين الشباب وكبار السن، في تناقضات اقتصادية بين البازار وطبقة رجال الأعمال وكذا وبين السواد الأعظم من الشعب، وفي طبعا تناقضات سياسية ما بين التيارات المختلفة. فأتصور أنه سيكون الحرص على تعيين أيضا رئيس يكون بقبضة شديدة قوي وقبضته شديدة ويستطيع أن يلجم أي محاولة للعبث للداخل الإيراني. أشكرك جدا أستاذتنا الدكتورة نيفين مسعد، أشكرك للغاية.